واستطاع بالفعل السيسي أن يحمي مصر يوم 26 يونيو. مضت الأيام 28 و29 ويوم 30. كان كل الكلام اللي بيتقال ان يوم 30 هيطلعوا 10,000 15,000 وهيروحوا بيتهم بسرعه. يا استاذ مصطفى، بنعمل ايه؟ سؤال بس الله يخليك. ما خلص معلش ايه بس الله يخليك. دلوقتي المرحله اللي جايه دي ما ينفعش بيها غير الفريق السيسي. طبعا استنى بس ايه بس لو الفريق السيسي رفض الترشيح ايه الحل؟ هقول لك هيحصل ايه. بس مطروح حبايبنا طبعا هتجيبوها من غرب انتوا على طول، خش على طول كله عايز تجيب. سيدي وكله. فيوم 30 كما قالوا 10,000 و5,000، انا طالع من ميدان التحرير ولكن التحدي كان حوالينا 150,000. 10,000 ليه؟ الشعب المصري كله خرج. كل الناس خرجت في الشوارع، كنا ماشيين في شارع رمسيس، الناس ستات العواجيز اللي مش قادرين ماسكين الاعلام وبيهتفوا للسيسي. لكن المشكله ان محمد مرسي فضل على قناعه انه ده شغل فوتوشوب وشغل مش عارف ايه وشغل ايه وشغل ايه. صوروا له بالطيارات ما في فايده، صوروا له وكالات الانباء ما في فايده. الى ان جاء اليوم المحدد. بدا اوباما اتصالات بمرسي بالسيسي يطلب منه ويحذره من اي محاوله لاسقاط ما كان يسميه بالشرعيه. وقال له ان مرسي رئيس منتخب وجاء بالصندوق. وطبعا دي معروفه، احمد شفيق هو اللي فايز، وقسما بالله ان احمد شفيق هو اللي فايز. يعني حتى انت اصلا جاي مزور بالارهاب وبالتهديد، وانا لما طلعت قلت احمد شفيق كانت حرس جمهوري ما كنتش بكذب، انا كنت واخد معلومه ما كنتش بقول. لكن التاريخ سيحكم والمحكمه ان شاء الله هيبقى لها حكمها، وفي اوراق دامغه في هذا الامر عشان يبطلوا بقى الكلام عن الشرعيه. لا يجب ان يحاكموا بتهمه التزوير وبتهمه التهم. لكن في كل الاحوال عامل اوباما المستحيل مع السيسي. طيب انا سيبوني، طب انا خليت ان باترسون الوليه المجرمه دي اللي وهي ماشيه كانت هتموت عشان تقابل السيسي كزياره وداع. قال ابعدوها عني الست دي، ولا هنشوفه ولا وشها ولا خليتها. احنا محتاجين نذكر زي كده، محتاجين راجل في هذا الزمن يعيد الينا عبد الناصر وكل زعيم حر يحب هذا البلد ويحب هذه المنطقه. فما حدث ان يوم 3 كان تحصيل حاصل. كان الجيش قد اتخذ قراره. ولما جم ياخدوا مرسي ويدخلوه في الفيلا بقى متجنن يقول لهم انا القائد الاعلى، اياك حد يقرب مني.